مباراة جيدة بالنسبة للاعبين ديالي اللي قدموا أداء جيد. حقيقة أنا جد راضي على الأداء ديالهم، لأن من كتلقى ملعب جميل وحضور جماهيري، إحنا تحرمنا من هذا الملعب، ولكن الحمد لله يعني الفريق يعني قدم مباراة تكتيكية تقنية، يعني كانوا تقنيات، ما كانش لي ديشي بوكو ديشي، هذاك الشيء اللي تنطلبوا منهم في التدريب باش نديروا الهجمة المنظمة واللعبة كرة قصيرة أكثر من كرة طويلة ونمشيو يعني ندير لا بروغريسيون جيسكو لو بيت. حقيقة يعني قدمنا مباراة جيدة. بالنسبة للشوط الأول ما كناش كانش عندنا الفاعلية، ولكن أنا كنت يعني من خلال يعني تتبعي المباراة من الفوق عرفت أننا غنتصر، لأن كنا أفضل يعني في الثنائيات، كنا أفضل يعني في الاستحواذ، استحوذنا الشوط الثاني يعني من جات الفرصة الأولى فونتي، الفرصة الثانية يمكن الفرصة الثالثة تسجلات، شفنا الثانية يعني حتى الفرص اللي تسجلوا شي طريقة كيفاش كنسجلوها، طريقة يعني كتكون واحد خمسة ستة لمسات عاد كنوصلوا لمرمى الخصم، يعني ما كنديروش العشوائي ولا كنلعبوا الكرة الطويلة. الحمد لله يعني كانت أهداف جميلة. أنا يعني لو حبادة لو تسجل الهدف الثالث ديال يونس رشيد، لأن كرة جات من الخلف وكيفاش وصلت عند اللاعب متألق إليا الزاهر اللي دار مباراة كبيرة وعطاها الفونتي ديك المراهقة الجميلة، ويونس يمكن ضيع بشاعة. كنت بغيت نتمنى تسجل داك الهدف لأن كانت فرصة جيدة وكانت الهجمة يعني هجمة بشكل جيد. على العموم فريق دار أداء ونتيجة، يمكن أعطينا واحد الصورة جيدة للناس اللي كتشوف حتى خارج المغرب، أعطينا صورة جيدة للمغرب. أول ما احتجيناش على الفار والحكام كما كيديروا بعض اللاعبين، حتى في النخبة هضرنا مع اللاعبين قلنا محترموا حكام راه في النخبه، احترموا الفار، عطيو واحد الصوره جيده للمغرب. راه الناس يقول لك هادو غير هوات ولاعبين في ملعب جيد ودايرين كره جميله وجمهور حتى هو يعني كان داكشي كلشي اللي كان منظم، لا من حيث كره قدم لا من حيث التنظيم، يعني حتى الفريق النادي القطري اللي كيعطي روح رياضيه لانهم فريقين عريقين كيلعبوا، يعني قدمنا واحد الطبق كروي يعني غادي يفتخر به المغرب.